كما جرت العادة تمت دعوتنا للندوة الصحفية الخاصة بمهرجان حمامات الدولي في دورته 58 مهرجان عريق أكيد نعرف من العدد وكذلك من الموقع متاعو الحلو اللي زاد استمتعنا وين تمت دعوتنا احنا والعديد من الزملاء والزميلات لمعرفة أكثر تفاصيل بالدورة هذه الدورة الخاصة وحضروا العديد من النجوم اللي باش يشاركوا خاصة نحكيو عن المحليين اللي باش يشاركوا في المهرجان في دورته 58 حكينا مع مدير المهرجان ما نجمش نقول لكم باش تكتشفوا معنا شنو هي فما بروجرام لأنه البروجرام خرج أصلا قبل ما تهبط الندوة الصحفية وهو اختيار اتصالي نحترمه أنا ما عجبنيش أما نحترمه ما عندناش حل آخر لأنه ماذا بيا أنا نجيب لكم المعلومة دونك كيفاش تعديت لومبيونس في الندوة الصحفية هذه خليكم تشوفوا معايا تتسيب حمامات الدولي في دورة 58 نحن موجودين في الندوة الصحفية اللي البرنامج تعرفنا عليه من أيام قبل وهي استراتيجية اخترتوها تحبوها أنا ما نحبهاش شخصيا لأني نحب أنا نعلم المشاهدين والمصحفيين أنتم تختاروا استراتيجية متاعكم نحترموها أكيد لكن توا باش نخدموا الخدمة متاعنا كما كنت نحكي تعرفنا على البرنامج نسبة التواجد نتاع التوانسة تقريبا أكثر من 60% 60% هي هو الصدارة للفنان التونسي في البرمجة هذه في الدورة هذه اختيار ولا امكانيات ماديه خلينا نكونوا لا, لا لا اختيار الحقيقه صحيح احنا نخدموا حسب امكانياتنا الماديه لكن مش في الامكانيات الماديه نبرمجوا معناش فلوس برمج تونسي لا حتى عمناو كان تفكروا في الدوره الفارطه كان زاد تواجد مهم نسبه مهمه بالنسبه للفنان التونسي يعني المهرجان وفي للفنان التونسي وللتجارب الفنيه التونسية أنها تكون موجودة عندنا 6 عروض مسرحية عرض 6 عروض مسرحية فيهم عرض من إنتاج مسرح المركز الثقافي الدولي حمامات اللي باش يتعرض يشوفوا المشاهد لأول مرة في الحفلة الافتتاح 5 جويلية وهذا تم هو مسرحية عطيل اللي تعرضت في الدورة التأسيسية 31 جويلية 64 لكن هذه عطيل وبعد الحقيقة هي فعلا الفكرة بدأت من الاختيارات اختيار انه نكونوا في اعرق المهرجانات ومن المهرجانات العريقة مهرجان الحمامات مهرجان نوعي مهرجان يقدم في عروض صيفية معناها ممتازة وفريدة مهرجان يعتمد كثيرا في تقاليده على المسرح في بداية العرض نتاعو كيما نراو في كل عام البداية تبدا من المسرح العروض المسرحية المتواجدة الحقيقة الحديث مع الإدارة في أنه لما لا تكون هناك عروض سينمائية لما لا تكون هناك بعض العروض السينمائية اللي يطور المشروع أصبح اليوم نحكيه على شاشات الحمامات الفيزيون أو التصور هو في حد ذاته أنه خلق نواتات أو نوافذ سينمائية داخل المهرجان السينما داخل المهرجان الصيفية ومن خلال بوابة كبيرة اللي هي بوابة الحمامات اليوم احنا في الحمامات نشهد هذا التأسيس هذا الأحداث لربما تظاهرة نوعية ستكون ليس من خلال العروض فقط وإنما التظاهرة سيأخذ حيز كبير من 5 أوت إلى 11 أوت طبعا هناك عروض سينمائية تختلف بين الرواية الطويل والقصير وطبعا عروض المسابقة باش نرجع بأكثر تفاصيل على بعض الأسماء اختيار كارول سماح على أنا مبدأ لماذا كارول سماح؟
ما تقوليش لماذا لا كارول سماح حسب. اي وعلاش ليه ما تكونش كارول سماح؟ اي علاش كارول سماح؟ اي هو اي فنان باش يتبرمج باش نسالوه السؤال هذا، لماذا كارول سماح؟ نسالوه لاداره المهرجان اكيد. هي كارول سماح اسم اكيد تستحق انها تكون فوالا، هي نجمه. وكيما زاد فما اسماء اخرين زاد، علاش هما موجودين بخلاف حتى كارول سماح؟ مثلا انا كي تسالني على سيلم هف، هذه علاش سيلم هف؟ لا انا نحكي على تو باش نحكي على العرب، تو نجيك بشوي بشوي. انا بحثيك راني في ميمن انا باش قلت لك من الاول باش نبدا ببعض العروض ما عنديش عليهم تحفظ باش نكونوا واضحين، لكن نحب نعرف لماذا. هو الموازنه نتاع البرمجه الفنيه ان نحاولوا ان يكون فيها مختلف الانماط الموسيقيه، ومهم زاده انه يكون المهرجان كما ذكرت لك من الاول انه البرمجه تحاول انها تكون منفتحه. راه احنا كما نحبوا الفنان التونسي انه يشارك في مهرجانات دوليه وندعموه باش ينجح، زاده كيف كيف نستقبله، وهذا هو دور هالمنصات هذه والحوارات هذه، والكل في الحوار الثقافي وفي التبادل الثقافي. سعداء احنا بالمشاركه اللبنانيه معنا، عندها جمهورها، عندها جمهورها كيف كيف، وفما مجموعة أخرى زادة من العروض اللي باش يكون على موعد مع مهرجان الحمامات. اليوم حكينا على توا حكينا على كارول سماحة، أمينة فاخت نلقاوها موجودة، هل عندها جديد؟ شوف كما ذكرنا من الأول مهرجان الحمامات كيما يحل ثنية للشباب وللتجارب الفنيه اللي تشتغل على مضامين نوعا ما ثقافيه مبتكره، شوي فيها شويه جرأه وفيها المغامرات هذه اللي حكينا عليهم، كيما باش يكون خاصه عرض 21 جويلي. كيف زاده مسرح الحمامات راهو الفنانين التونسيين زاده اللي قدموا للأغنية التونسية وللمشهد الثقافي سواء توا ولا في فترة سابقة، زاد كيف أنهم يكونوا مهم أنهم يكونوا موجودين معانا. ومع الحمامات اللون الدنيا، هذه هي الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي. هو مشروع، وقت نقولوا مشروع ليس بالمهرجان، ليس بالعروض، مش عروض فقط، سيت ان بروجي ونحبوا نعملوا فيه افلام، اون اكومباني دي جون باش يعملوا افلام، وبعد نعرضوا هالافلام هذه في مسابقه مع دي رياليزاتور بروفيسيونيل اللي مش يكونوا موجودين كذلك في العروض، ومش زاد ايفون لي اكومباني وقت الخدمه نتاع الافلام نتاعهم. سمعت قبيله حكايه عجبتني على الاخر اللي هي قلنا فما افلام باش تم تصويرهم بالتليفون، هي اللي هي حاجه باهيه وموجوده توا، موجوده برشا بكثره في العالم وخاصه انه ليزاباري صدقني معناتها فما ليزاباري خير من دي كاميرا. هو هذا اول مهرجان الافلام نتاعو اللي في المسابقه مش تتصور بالسمارت فون بالهاتف الجوال، المونتاج مش يصير بالهاتف الجوال والبوست برودكشن كلها بالهاتف الجوال، لانه اليوم التقنيات تخول الطريقات هذاك، علاش حتى البانيل اللي باش نعملوه او الندوه نتاع يوم 6 هو كومون برودويغ ا بتي بيجي، كيفاش نجمو ننجو فيلم. دونك هذا المهرجان الاول بالسمارت فون والاكومبانيمون خاصه نشكر انا المخرجين اللي مش يكونوا مرافقين للشباب هذا. كل شوي اسامي هكا المخرجين المحترفين اللي حضروا معناها في ورشه الكتابه، فما خديجه المكشر وحمزه العوني اللي رافقوهم. بالنسبه للاخراج اللي تبدا اول فيلم اللي نصوروه نهار 5 هو يتمحور حول عطيل، والفكره حلوه برشا، هو لانه انا قبيله عملت تحيه لمنان نور الدين مش موجوده لانه مش نحكيه على منان نور الدين في دورها في عطيل ودور ايميليا اللي تصوروا ايبا حملي في اللي هي عندها الدور في دونك باش يكون فيلم حول هالشخصيتين فاس فاس، باش نحاولوا نعملوا لقاء ما بين منى نور الدين وايبا حملي حول عطيل، ايبا اللي في دورها الاول في عطيل، ومنى نور الدين ربي يطول في عمرها ثوره ربي يفضلها ثوره عملت المسرحيه هذه 60 سنه التالي.